مرحبا بكم في مكتب باب كندا للهجرة المعتمد والمرخص له من طرف الحكومة الكندية والكيبيكية دي كيبيك. كنرحب بكم. كيف كتشوفوا كلام كثير على هذه الضجة وكنقدر الأمور هذه على كيفية الهجرة والعمل والحصول على عقد عمل بكندا. كنشوف التعاليق استفسارات ديال الناس، كنشوف بعض المرات ملي كيكون وقت الناس كتسائل كيفاش كندا بهالدرجة كتطلب يد عاملة وكتطلب مهاجرين وكنقدموا ما كاين والو، ولا كيفاش نقدموا، كيف طريقة للتقديم. كنشوفوا لي فيديو، كنشوفوا هاد لي ميديا سوسيو، وبون ما كاينش، ما كنعرفوش الطريقة كيفاش نتقدموا حتى حنا باش نحصلوا على فرصة العمل ولا الهجرة الى كندا ولا حتى الدراسة هنا بكندا. سي سور داكشي اللي كتشوفوا في لي ميديا سوسيو انا رايي 30% صحيح ولا 20 70 80% فو، خاطئ، فوس انفورماسيون، خاطئ بمعنى الكلمه. الناس كتوقع ضحايا ديال هاد البروباغندا غادي نقولوا ليها، ولا هاد الضجه ديال الميديا سوسيو، يوتيوب، فيس ولا تيك توك ولا اي حاجه. كندا اي واحد ولا كيتكلم في هذا الموضوع، سي سور من حق اي واحد يتكلم، تكلم على الحياه، تكلم على كيف حياتك الشخصيه بكندا، لكتي في كندا ولا غيرها، هذه لا نقاش فيها. ولكن ملي كتعطي اون فوس انفورماسيون وكتقول وانت ما عندك حتى شي لا رخص لا دراسه لا تجربه، ما عندك حتى علاقه بالمهنه، وكتبدا تعطي معلومات خاطئه، كطيح الناس في اخطاء قاتله وكطيحهم في مشاكل من بعد. غتقول لي كيفاش كتعرف هاد المشاكل؟ انا كنستقبلوا مشاكل الناس في هذا المكتب اللي كتشوفوه هنا في مونريال وحتى في مراكش، ولكن هنا في مونريال من الناس جاوا هنا، يعني انا كنتكلم معكم بادله، ماشي بالكلام لاجل الكلام، نو، بادله بدي بخاف. كاينين بزاف الناس كيتكلموا كيحاولوا يركبوا على الموجه كيف كنقولوا باش يعملوا شويه البوز ولا شويه الدعايه. كيقول لهم كلشي هنا موجود، العمل موجود، السكن مجاني فابور، التذكره الطائره فابور. وكاين اللي قالت لهم وحده ما عرفش، قالت لهم راه تشتري منزل ب 30000 دولار، وغير شتها 30000 دولار بحال كتقولوا بون 20000 اورو ولا 22000 25000 اورو 25000 اورو منزل في مونريال. قلت لهم شوفوا هذا راه 36000 دولار تشريوا هذا المنزل، والناس متبعينها، وكاينين الناس اللي مساكن الله يكون في العون، هذه من واحد الدوله بون مصدقينها. انا بعدا لقيت شي منزل ب 36000 دولار نشري شي جوج ولا ثلاثه في مونريال. مونريال حساب العين ديالي ارخص ارخص منزل حاليا احياء شعبيه، راه كيطراو واحد الثمن ديالو من 500000 دولار وما فوق، شي حاجه مزيانه 700 800 وصلوا حتى المليون دولار مينيموم احياء شعبيه، ما كنتكلمش ويسمون ومور رويال احياء الاحياء الراقيه، نو كنتكلموا احياء شعبيه 500000 دولار باش كيبدا منزل، يعني كنتكلموا في 470000 اورو، 470 مليون مغربيه، 470000 اورو ولا نقولوا 470000 ولا 480000 دولار امريكي، وهذيك كتقول لهم 36000 دولار. هذه راه خطير بحال هاد الامور، هذه كتقول لهم جيو، حتى الملابس راه مجانيه، الملابس مجانيه للفقراء والمعوزين كاينه هذه، ولكن هذوك ديك الملابس الباليه، ديك الملابس ما بقيتش كتستعملها، كتحطها في واحد الكونتينر وكيجي كتاخذها واحد لورغانيزم وكيعاود يبيعوها للناس اللي ما عندهمش، معوزين يعني الفقراء كيكون عندهم مشاكل نفسيه ولا مشاكل ديال المخدرات، ولا راه ماشي انت جاي كسائح، جاي معك ولا جاي كمقيم دائم ولا هادي، غادي تمشي تاخذ داكشي من لي كونتينر كومان، سويون لوجيك ان بو، الله يخليكم. هادي مثال من الامثله، وكيعطيو واحد حيت الناس ملي كتجي هنا كتصادم واحد الواقع. Bienvenue à notre nouveau bureau BAP Canada Solutions. Nous avons déménagé dans un nouvel immeuble plus grand afin de vous accueillir de meilleure façon.
Alors voici la question. Les CLSC ou les ROM, techniquement, c'est le gouvernement. هذوك الغصوص إيمان ولا هذيك من كي بغيو شي بحال دابا دي بريبوزي كي بغيو دي زادوان دي زادوان ادمنستراتيف ولا اجوان ادمنستراتيف كي بغيو دي كومي هادي ما يدخلوش مباشره مع ما يحطوش داكشي بيبليكمون باش يدخل معك مباشره في الغوكريتمون ما يعملوهاش. كاينين البعض منهم كيدوز بعض المرات على طريق كيبيك اون تيت ولا جورني كيبيك ممكن كاينين سي فري، ولكن الاكثريه بوغ حتى داك ما غاديش نشرح لكم قانونيا في كيبيك كتسمى كونفلي دانتيغي، ما غاديش يدخلوا مباشره مع الاجنبي باش يعملوا معاه الاجراءات، خصو يدوزوا على مكتب معتمد وين كيعطوه الموندا باش يعمل الاجراءات القانونيه. وهذوك الغصوص ما راه ما عندهمش درايه ولا عندهم رخص باش يعملوا لك اجراءات الهجره. هذاك المهمه ديالو كتسالي مني كيعمل معاك اللقاء كيوافق عليك، هو كينوب على المشغل اللي هو لوبيتال مثلا لا سي اي سي كيبداو العقد كونطرا دونبوش كيفاش كنسمو عقد بينك وبينهم، ولكن الاجراءات ديال الهجره ما كيعملوهاش هما، خص المكتب اللي يعملها ما حنا. اذا علاش كنقول لكم هذا الكلام كله؟ راه ما تستهنوش مكتب هجره معتمد ديال العمل، لان الكثير من الناس كيقول لك وما شفنا والو، ما شفنا والو لانك وربما انت ماشي داكشي اللي بغاه هذاك المشغل. شوف لك شي دوله اخرى ولا شوف لك شي مكتب اخر. حنا عندنا ديوننا، عندنا زبائن ديوننا، حنا خدامين معاهم. اما انت ما جابش لك الله ولا باسكو ما فيكش لي كومبيتونس، ما فيكش لي كاليفيكاسيون، ما فيكش ديك لي كونديسيون، راه ماشي الخطا فينا حنا كمكتب، راه فيك انت الخطا. انما حنا راه لا حنا راه خدامين، ولكن انت راه فيك مشكل، خصك تحاول دير مراجعه الذات كيف كنقول دائما، وما ديرش دائما اللوم على الاخر، اللوم عليك انت ماشي على الاخر، انت فيك مشكل. اما حنا راه ما كرهناش ندخلوا 1000 واحد في الشهر، ولكن اون بو با داكشي كنمشيو على حساب الطلبات وعلى حساب الكفاءات، وكو لو ميور كان الافضل هو اللي كينجح. اما انت لا فيك مشكل وهادشي ما كاينش، راه الطيارة ديال المغرب والطائرة ديال الجزائر وديال تونس والأردن ومصر راه ما كاينينش البلايص عامري، حاول تريزيرفي وشوف. كلهم مهاجرون ماشي سياح، مقيمون مهاجرون عمال كيجيو لكندا لموريال. الإحباط راه ماشي وسيلة، أما العزيمة راه وسيلة باش نجح كيف كيعملوا هاد الالاف اللي كتدخل. كنتمنى لكم التوفيق من اي بلد، وشكرا لكم.